قالت لك جوزي خني بتنصحيها بايه؟ ما بتقولش جوزي خني وتمشي قفشته يعني بيخني. أيوة لا متلبس يا مدام سماح والحقيني. متلبس ليه؟ هي تهمه. اللي متلبس مش تهمه؟ لا مش تهمه لان هي مش خيانه اصلا على فكره. الخيانه دي لفظ لا ينطبق على الموضوع ده خالص. انا بقعد افهمها. سيب الورق بقى احكي لك اهو. ايوه قولي لي. انا بقعد افهمها كست انك انت ما تعمليش الراجل كانه ست زيك، لانه ربنا خلق الراجل حاجه والست حاجه ثانيه. يعني ايه؟ يعني الراجل ما يقدرش، عنده احتياجات جسمانيه فيسيولوجيه ما تسمحلوش ابدا انه ما يبقاش العلاقات الحميميه دي جزء من يومه مش بس من حياته. فالراجل عنده احتياجات، الست حاجه ثانيه خالص. الست ما ينفعش حد يلمس ايدها يمسك ايدها الا اذا كان بتموت فيه. الراجل يقدر يعمل علاقة وهو ما يعرفش اسم اللي قدامه دي اصلا. فبالنسبة له هو كراجل، وانت راجل وفاهم اللي انا بقوله، يعني هو مش شايف ان دي خيانة. عشان كده لما بيتقفش مراته بتقفشه يقول لها والله ده لا يعني حاجة بالنسبة لي، وهو صادق جدا لانه هو ده بالنسبة له تفريغ شحنة مش علاقة وبتاع. اللي بيخلي العلاقة تبقى علاقة في واحدة ست تانية هو انه يحبها بقى. ده قصة، ده موضوع تاني. نصيحتي انه عندك حاجة من الاتنين، يتطنشي وما ترقبيهوش لانك ممكن تلاقي حاجة ما تعجبتيش وساعتها يبقى على عينك يا تاجر بجد. لان الراجل ما بيحبش حد يقول له يعمل ايه، مش بس الراجل، اي بني ادم ما بيحبش حد يقول له يعمل ايه، مش كده ولا ايه؟ وبالنسبة للاختيار التاني ايه؟ لا والله اورفوار يا ميرسي، انا ما اقدرش اعيش مع حد. طب ما بسالك عشان ترجح لها اختيار من دول. لا ارجح لها ليه؟ دي حياتها هي اللي شاد عليها.